عن سعادتي بوجودي في قوام اليونس. ليست المرة الأولى اللي أنا أشرف فيها أن أكون في هذا المكان. أوجه الشكر والتحية الخاصة للدكتور عبد الرحيم علي، يعني المسؤول عن هذا الصرح الكبير والضخم. بشكر كل القائمين على هذه الندوة، بشكر أستاذة مريان ناجي اللي شرفتني ودعتني لهذا اللقاء. كمان سعيد بهذه المنصة الجميلة، سعيد أن ألتقي بصديقي العزيز فضيلة الشيخ مظهر شهيد، مش بس نتقابل في لقاءات ومنتديات لكنه صديق عزيز بشرف بصحبته. كمان سعيد أن ألتقي بالدكتورة سامية الخضر والدكتورة داليا عبد الرحيم. حاجة باختصار شديد لو هنتكلم عن العنف الأسري، أولا مش هنقدر نفصل العنف الأسري عن النظرة العامة للمرأة. احنا عندنا في مجتمعاتنا العربية وفي مصر بالذات عندنا نظرة دونية للمرأة حتى من قبل ما البنت تتولد. يعني اقروا كده وارجعوا للأمثال الشعبية بتاعتنا، يقول لك ايه، يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات. يقول لك لما قالوا لي ده ولد شاد ظهري سند، وقالوا لي البنيه الحته وقعت عليا ما اعرفش ليه، هي الحته وقعت عليا. فتخيلوا انتوا البنت في بيوتنا في مجتمعات، بلاش عامة برضه عشان بس يعني ايه، لكن عند دي امثالنا الجذور اللي طلعنا عليها يعني حتى لو قديمه بس دي الافكار بالظبط. لا وكسر لها ضلع بلا ضلع والله صعب يعني دي غاليه بكتير. تخيلوا البنت ما شاء الله ده كلهم عارفين كل حافظين متربيين على الثقافه. البنت بتتولد البنت بتتولد وتستقبل في بيتها بهذا الكم من الموروث الشعب. تيجي بقى في المعامله تلاقي بقى في تمييز في الاكل مثلا، الواد ياخد نايمين نصيبين، البنت تاخد نصيب واحد اذا كانت يعني اذا احترموها الى اخره. فاحنا عندنا موروث شعبي ضخم في نظرتنا للبنت وفي نظرتنا للمراه. تعالوا بقى شوفوا كمية الانتهاكات اللي بتمارس بالظهر. بعض الناس لغاية وقت يقول لك البنت ما تتعلمش، ممنوع تدخل مدرسة، البنت تقعد في البيت. تعالوا شوفوا قضية الختان وأنا بقى حتى ما بحبش أسميها ختان، هي عملية بدر تناسلي للإناث. فبتعاني حتى من العنف مع بيتها مع أسرتها من مامتها. فشيء طبيعي لما تيجي تتجوز ما برضه جوزها دوت هو برضه متربي في البيئة دي وفي مخه النظرة دي للبنت وفي مخه النظرة دي للمرأة. تعالوا أرجع بيكم للتوراة وهي بتتكلم عن قصة خلق آدم وحواء. لأن الحقيقة لما بنرجع للأساس بنستريح، يعني الأساس يريحنا. في التوراة في سفر التكوين هو أول سفر في الكتاب المقدس، أول سفر في التوراة، لما ربنا خلق آدم وجه يخلق له حواء المرأة. الكتاب المقدس يقول وخلق له حواء معينا نظيره. كلمة معينا نظيره بتقول لنا إن هي معين بتساعد. وخلوا بالكم المعين ده مش بالضرورة يكون ضعيف. المعين مش بالضرورة يكون ضعيف، لازم يكون قوي علشان يقدر يعين. وكلمة نظيره أي كائن إنساني مساوي له. وبالتالي الصورة الجميلة اللي ربنا خلق بها الإنسان الأول آدم وحواء كانت المرأة مساوية لآدم وليست أقل منه في شيء. بس على مدار التاريخ حصل إيه بقى؟ على مدار التاريخ ابتدت تحصل انتهاكات ضد المرأة وبالمناسبة ده في كل المجتمعات. يعني الراجل اليهودي مثلا لما كان يقف يصلي كان بيشكر ربنا كل يوم الصبح على ثلاث حاجات. يقول ربنا أنا بشكرك لأن خلقتني رجلا وليس امرأة. يهوديا وليس امميا، يعني يهودي مش اي حاجه تاني. وحرا وليس عبدا. يا اخي كويس حرا وليس عبدا دي كويسه، يعني يستاهل انه يشكر ربنا عليه، لكن يشكر ربنا انه خلقه راجل من الست فيها مشكله، يشكر ربنا انه يهودي مش اي حاجه تاني فيها عنصريه. لكن دي كانت صلاه اليهودي. اذا قرينا الحضارات بقى الحضاره الرومانيه والحضاره اليونانيه شوفوا المرأة كانت تعامل ازاي في تلك الحضارات. الحقيقة كانت بتعامل معاملة فيها انتهاك لحقوقها. بس لو رحنا قرينا تاريخ مصر في تلك الحقبة اللي فيها الحضارات الرومانية واليونانية كانت بتنتهك حقوق المرأة،
هتلاقوا ان المرأة في مصر عندنا وصلت انها بقيت ملكة. سمعنا كلنا عن حتشبسوت، كليوباترا، نفرتيتي وغيرهن. ده في الوقت اللي فيه كانت حضارات العالم تنظر الى المرأة نظرة دونية. وبالتالي احنا حصلت لنا انتكاسة لأسباب كتير. هاجي ارجع لنقطة كمان، أنا بالمناسبة قلت الإغراءات سريعة لأن الحقيقة عندي برنامج هو الساعة 5 فلازم أمشي، وأنا كمان بس حابب أشكر صديقي الدكتور مظهر كان المفروض يتكلم قبل مني، بس الراجل قال لي عشان أنت عندك فأقدر ظروفك بخير يا أخويا. النصوص الدينية وموقفها من المرأة، خلونا نتكلم معاكم بصراحة. أولاً مثلاً لما نقرأ التوراة والكتاب المقدس، زي ما قلت لكم مثلاً إن ربنا خلق حواء نظير معين نظير لآدم. هتلاقوا في العهد الجديد السيد المسيح في كل تعاملاته مع المرأة كان يحترم المرأة ويقدرها. في نصوص في الكتاب المقدس تتحدث عن المساواة الكاملة، إنه ليست المرأة أقل من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. في المسيح يسوع ليس ذكر وأنثى. في نصوص كتير بتؤكد المساواة، لكن أحياناً بنجد بعض النصوص اللي بعض الناس بيستخدموها. إزاي مثلاً؟ يعني مثلاً الرسول بولس كتب بعض الرسائل لبعض الكنائس، فمثلا الكنيسة للكنائس يقول لتصمت نسائكم في الكنيسة، يعني تتكلمش. بعض الناس خدوا كلمة لتصمت ديت وقال لك بس يبقى الست تقعد في الكنيسة زي الكرسي اللي قاعد عليه، يعني لا تتكلم ولا تفتح بقها ولا تعلم ولا بتاع. في بعض النصوص قال المرأة لا تعلم، عشان كده نجد كنائس مثلا اللي يقف على المنبر يوعظ الرجل فقط، لكن المرأة يقول لك لا دي ما تتكلمش. طيب صحيح النصوص دي موجودة، لازم نقرر انها موجودة، بس هو بقى ازاي نتعامل معاها؟ هل النصوص دي موجودة الرسول بولس كده كتبها علشان تبقى يعني نصوص صالحة لكل عصر ولكل زمان؟ لا، الراجل كان بيتكلم في سياق معين في وقت معين. كان مثلا بيكتب لبعض الكنائس، الست قاعدة في الكنيسة بترمي، الراجل بيوعظ وهي قاعدة بترمي، فقال لهم اسكتوا، قلت قاعدة في الكنيسة عايزة تكلم، اسألي جوزك في البيت. يجوا بقى بعض المتعصبين والاصوليين ياخد النص دوت ويقول لك لا يبقى تسكت ما تعلمش. النصوص الدينيه تحتاج الى ان نفسرها في ضوء سياقها التاريخي وسياقها الحضاري وفي ضوء العادات والتقاليد، زي ما كان بيتكلم معايا مولانا من شويه الدكتور مظهر. ان النصوص الدينيه واحنا بنقراها واحنا بنتعاطاها احنا لازم نكون بنعمل لها تحليل. ما يجيش واحد ياخد نص من النصوص دي يكون هو ضد المرأة مثلا ولا عنده عقدة من المرأة ولا ولا ولا، ويجي ياخد نص كده يطلعه ويطلع فيه عقده على الستات. وبالتالي التعامل مع النصوص الدينية لازم يكون بتتشرح وفقا لسياقها التاريخي والحضاري والزمني والمكاني إلى آخره. ازاي نطلع بقى من الأزمة اللي احنا فيها دي؟ أولا احنا محتاجين نعلم ولادنا منذ الصغر، وهنا بقى ده دور الأسرة. الأسرة عليها دور، المدرسة ليها دور، مؤسسات الدينية ليها دور. الأسرة عليها دور إن هي لا تمارس التمييز، ما ينفعش الأب والأم يتعاملوا مع الولد بطريقة والبنت بطريقة. يعني حتى وأنت بتربي الولد علمه إن أختك زيك، ما ينفعش حتى إنك تمارس العنف ضدها أو تضربها أو أو. البيت لازم يكون بيرسخ لثقافة المساواة واحترام كل فرد للتاني. نيجي بقى للمدرسة. المدرسة كمان والمناهج التعليمية، ما ينفعش ان تكون المناهج التعليمية مثلا بتجيب لي درس عن البيت ان هي مكانها المطبخ ومكانها تشتغل في البيت وما يتكلمش عن تعليمها وخروجها للعمل نجاحها. المناهج التعليمية لابد ان ترسخ لثقافة المساواة. دور المؤسسات الدينية، الكنائس والمساجد. الخطاب الديني بالمناسبة هو خطاب مهم ومؤثر. الخطاب الديني لازم يتكلم عن العنف مرفوض، المرأة كائن مساوي للرجل، ليست أقل من الرجل في شيء، وإن العنف بالمناسبة ليس دليل قوة على الإطلاق، الشخص العنيف ضعيف، كل واحد بيتعامل بالعنف هو إنسان ضعيف، وبالتالي المؤسسات الدينية عليها دور في إن هي ترسخ لقيم المساواة بين الجنسين. أنا عارف إن ظاهرة العنف أو العنف ضد المرأة أو العنف الأسري هي ليست ظاهرة، لكن في حقيقة الأمر علشان ما نتفكر نفسنا في الرمال احنا عندنا أرقام كبيرة. أنا عامل كتاب من 10 سنين سنة 2010 عنوانه العنف ضد المرأة، رجعت فيه الإحصائيات اتكتبت وقتها، نسب الضرب عالية، نسب الضرب عالية،
وحتى انا في كلام لقيت نفسي نقله من جريده الاراء الرسميه، نسب الضرب بعد الزواج اثناء الخطوبه، يعني لا في ارقام صح ظاهره، او يمكن احنا عندنا مش كل حاجه بتظهر على السطح، لكن هناك مشكلات المفروض ان احنا نواجهها بشجاعه. مش عايز اقول مين يبتدي قبل مين، هل المؤسسه التربويه الاول ولا البيت الاول ولا المسجد والكنيسه الاول. بالحقيقه جميع هذه المؤسسات لازم تكون ماشيه مع بعضها بطريقه متساويه، لان هي تصبح من النظره الدونيه للمراه. واشكركم بحسن استماعكم.